ما مدى صحة الحديث القائل من بدل دينه فاقتلوه وما معناه، وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وبين الحديث القائل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه؟ أولا، الحديث من بدل دينه فقتلوه هذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره، نعم، من أهل السنة بهذا اللفظ. نعم، بهذا اللفظ من بدل دينه فقتلوه. نعم. وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه هذا في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، فيجب قتله استتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما قوله تعالى لا إكراه في الدين تبين الرشد من الغي، وقوله تعالى لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس، فلا تعارض بين هذه الأدلة، لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه. الدخول في الإسلام هذا شيء في القلب، وهذا اقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن واجب الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند وعرف الحق وعاند بعد معرفته، فهذا يجب علينا أن نجاهده. وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام ونجعل الإيمان في قلبه قسرا، هذا ليس إلينا، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نجاهد في سبيل الله، وأولا ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبين للناس هذا الدين، ونجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده عز وجل، حتى لا تكون فتنة. أما المرتد فهذا يقتل لأنه كفر بعد إسلامه وترك الحق بعد معرفته، فهذا عضو فاسد يجب بتره وإراحة المجتمع منه، لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، فهذا لما فسد ومرج قلبه وجب قتله، لأنه ترك الحق لا عن جهل وإنما عن عناد وبعد معرفة الحق، لذلك صار لا يصلح للبقاء، يجب قتله. فلا تعارض بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين قتل المرتد، لأن لا إكراه في الدين هذا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد هذا عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه. على أن الآية وهي قوله تعالى لا إكراه في الدين فيها أقوال للمفسرين، منهم من يقول إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية، يقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر. ومن العلماء من يرى أنها منسوخة بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، فهي منسوخة بآية السيف، ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدا لا يدخله عن كراهية وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة، هذا هو الصحيح في معنى الآية. بارك الله فيكم.